فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. So when he, her husband, saw that his shirt was torn from behind, he said, "Indeed this, that is, you're saying, what is to be the requital of him who intends, to the end, of the verse, Q. 12:25, is of the guile of you, O, women. Verily your guile is great." Then he said, "O, Joseph, ignore this matter and do not mention it, to anyone, lest it be broadcast, and you, O Zuleika, ask forgiveness for your sin, surely you have been of the erring, the sinful." But the tale was reported and became public. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون Aleph Lam Ra, God knows best what he means by these,
letters. Those verses are the verses of the book, the Quran. The genitive annexation carries the meaning of partitive, min, from, that makes plain, the one that manifests truth, distinguishing it from what is falsehood. We have revealed it as an Arabic Quran, in the language of the Arabs, so that you, O people of Mecca, might understand, comprehend its meaning. We will relate to you the best of narratives in what we have revealed, in our revealing, to you this Quran, though, wayan, in is softened, in other words, understand it as, wainahu, prior to it you were of the heedless. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذابوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Send him forth with us tomorrow, to the desert, to frolic and play, read, first person plural, narda, wynayalab, that we might frolic and play, or, third person plural, yarda, wayalab, that he might frolic and play, in other words, so that we might be spirited and roam freely. Surely we shall take good care of him. He said, Lo! It grieves me that you should go with him, that is, your departure, with him grieves me, because I would be separated from him, and I fear lest the wolf devour him. Aldai B here represents the genus, for their land had many wolves in it, while you are heedless of him, distracted, by something else. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. And she, in whose house he was, namely Zuleika, attempted to seduce him, that is, she asked him to lie with her, and she closed the doors of the house. And she said to him, Come. Haydalaka, the lamb of Laka, is for clarification, a variant reading has Haydalaka or Haydalaka. God forbid, I seek refuge with God from this, he said. Truly he, who bought me, is my Lord, my Master, who has given me an honorable place, an honorable residence, and so I cannot betray him with regard to his family. Truly, evildoers, fornicators, never prosper.